أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. في هذه الفقرة نحكي جانب جميل ومهم في حياة كل أسرة، ويأتي هذه المرة من خلال إصدار جديد تحتفي به جدة يوم غد إن شاء الله، وهو كتاب لا بأس. ومؤلفة هذا الكتاب هي سيدة سعودية متمرسة في مجال الطفولة، وهو موجه للطفل. هذه السيدة تحب تضيف علينا في هذه الفقرة الأستاذة زينة فريد زيدان. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا أهلا. شكرا على استضافتك. أهلا فيك. بداية يعني إحنا أول شيء أبارك لك على هذا الإصدار، وهو إصدار لا بأس، يعني هو أول إصدار ليكي وإن شاء الله بكل التوفيق. أول شيء اللي حابة أعرفه منك إن شاء الله كده لما الناس حتعرف الكتاب وإلى آخره، حابين نكون السباقين، فإيش محتوى هذا الكتاب؟ أول شيء هو كتاب زي ما قلتي وليس قصة، كتاب عنوانه لا بأس. الفكرة خطرت عندي من حوالي سنة، طبعا كأم عندي 3 أطفال، فبمر في أشياء معينة ومواقف معينة وظروف معينة مع الأطفال، فكنت دائما أفكر كيف رح أحلها. وباعتبار خلفيتي التعليمية في التعليم خصوصا الطفولة والتعليم الخاص سبيسيفيكلي بالتحديد، حبيت أكتب هذا الكتاب بكلمات مختصرة جدا، كل صفحة عبارة مو عن أكثر من جملة أو جملتين، تعالج موقف معين أو حالة خاصة يمر بها الطفل. حتى الكبار ممكن يمروا فيها. حلو. أستاذة زينة، الكتاب اسمه لا بأس وهي كلمة دائما نسمعها، بس إيش الفكرة وإيش الشيء الجديد في الكتاب؟ الفكرة كنت أبغى عنوان الكتاب يكون عنوان كده مميز والأطفال ممكن يتذكروا. تعرف الأطفال لما بيقرأوا قصص طويلة مرات ممكن يتذكروا العنوان وممكن ينسوه. فلا بأس يعني خطرت في بالي، لأنه تعرفي لا بأس معناها لا حرج، لا مانع، لا ضرر. فيعرفوا الأطفال أنه في أشياء معينة بنسويها بس ما فيها شيء لو أنت سويتي أو غلطتي بشيء معين أو تصرفتي بطريقة معينة تختلف عن غيرك. فأبغى الأطفال يتقبلوا اختلافاتهم واحتياجات الناس اللي غير عنهم. بس ابني عبد الرحمن الله يحفظه هو كان دائما يقول لا بأس طهور إن شاء الله، طبعا تعلم في المدرسة، فخطرت في بالي وحبيت أستخدم هذه الكلمة طبعا من ديننا ومن ثقافتنا اليوم من السنة، فاستخدمت الكلمة. جميل جميل. طبعا الكتاب يعني لما أطالع فيه أعرف أنه هو موجه للأطفال، لكن أنت فعلا أنت موجهة كتابك ده لشريحة الأطفال خصوصا، ولا ممكن الكل يستفيد منه؟ طبعا الكتاب ممكن يتعمم للكبار، احنا بنتعلم لغايه ما نكبر، بس طبعا موجه طبعا بالرسومات القريبه للطفل والالوان موجهه للاطفال. الفئه العمريه هفتحه بعد اذنك عشان فضل. الناس تشوف كمان انه ايوه على الفئه العمريه اللي بتتناسب الاطفال انهم يستوعبوها استيعاب تام، تقريبا نقول من 3 سنين الى تقريبا 10 سنين او اكبر. لانه الطفل في عمر 3 و4 اذا كان بيتكلم بيستوعب صح طبعا فممكن يفهم المعنى والمغزى من كل صفحه. واضح من الرسومات انه سهله جدا تناولها للاطفال. جدا معبر. الوانها شفافه وحلوه، وحب اشكر الرسامه ساره طيبه، رسامه مبدعه وهي سعوديه طبعا وخريجه فنون، وهي اللي تعاونت معي وهي كانت رسامه الكتاب. ممتاز. طب استاذه زينه، بس انا عندي سؤال، الان احنا في عصر الايباد وعصر التكنولوجيا، تتوقعي ممكن تقنع الطفل الان انه يمسك كتاب في ظل ما هو ماسك ايباد؟ طبعا الكتاب شيء اساسي وضروري مدى الحياه، حتى لو جاتنا مغريات زي الانترنت، لكن الاطفال انتم عارفين دحين ما عاد عندهم صبر زي قبل، المعلومه بتجيهم بسرعه، يبغى يدور اي سؤال بيروح على جوجل، ما بيروح الانسايكلوبيديا ولا بيروح المكتبه. فاحنا لازم نشجع اطفالنا انه الكتاب هو الاساس. كيف حنشجعهم؟ يشوفونا احنا كاهل، كمعلمين، كاقارب، احنا قدوه، دائما نمسك الكتاب ونقرا. بس احب اعقب على نقطه انه انا سميته كتاب وليس قصه، لانه هو كتاب زي ما قلت لك كل صفحه جمله او جملتين زي ما انتم شفتوا بتتكلم عن موقف وانتهينا، بس مبني على التحليل. يعني الكتاب زي ما قلنا بالانجليزي اتس ا ديسكشن بيست بوك، مبني على النقاش. فاحنا بنطرح بيقرؤوه الاطفال، الهدف انه المعلم او الكبير بيقرؤوا مع الطفل وبيتناقش، نشجعه مع الحوار، لانه كل طفل حيحلله بطريقته الخاصه ويفسرها بطريقته. طب سهله انك انت تعملي كتاب بيحاور الجيلين الكبير والصغير، لانه لغه الاطفال اعتقد يعني مش حتكون مختلفه كومبليتلي عن الكبار. صحيح، بس الكلمات اللي استخدمناها كلمات ما هي كلمات اطفال، يعني مش كلمات مقعره. ليست مقعره طبعا، كلمات تتناسب مع العمرين، زي ما قلت لك واحده الصفحات مثلا لا باس ان اعيش مع جدي وجدتي، فالصغير والكبير تناسبه. فلما يقراها الطفل لازم يفكر ويحلل. انا في ورشه العمل المصغره حتكون غدا في التدشين، حيكون في نقاش وحوار مع الاطفال، أسألهم ايش تحليلكم لما تقرأوا هذا الكتاب. استاذه زين، انا لسه بدي اسالك على هذا الموضوع. طبعا بكره حيكون في تدشين لكتاب لا بأس، حيكون مرافق لورشه عمل للاطفال.
بالضبط. ممكن تعطينا فكرة أكثر عن ورشة العمل وإيش هدفها؟ طبعا التدشين حيكون بكرة إن شاء الله في مركز حديقة الإبداع Enchanted Garden في جدة. وفي المركز إحنا دائما بنشجع على التواصل بين الأم والطفل وعلى تثقيف الأم وتثقيف الطفل في نفس الوقت. فإحنا حبينا ما تكون مجرد ورشة يجي الطفل يقرأ القصة أو الكتاب ويقابل المؤلف ويوقع. حبينا إنه نعمل لهم فرصة أو تجربة ملموسة وتجربة محسوسة إنهم يتذكروا في هذه الورشة حيكون في أشياء محسوسة ياخذوها، حيمروا بمواقف وحيمثلوا مواقف شبيهه بالمواقف اللي مر فيها الشخصيات اللي في الكتاب بحضور. احنا بنشجع الامهات والاطفال على الحضور. الدعوه مفتوحه وحنعمل انشطه مرافقه للتدشين اللي هي ركن تصوير خاص، عندنا فنون ارتس اند كرافت، وعندنا يعني كده اشياء مختلفه، رسم على الوجه كلها لها علاقه في الكتاب. تمام. عشان نشجع الاطفال. تمام. طيب انا لسه يعني كنت بتكلم معاكي على اكمل الاسئله، بس اتذكرت انه حضرتك اهديتينا اسواره. صحيح. بينها على الكاميرا. لا بأس. لا بأس مكتوب على إيش قصتها دي؟ الأسوارة لا بأس طبعا تابعة لعنوان الكتاب. لا بأس. إحنا بدأنا في مركز حديقة الإبداع حملة لا للتنمر ضد التنمر، هي بالإنجليزي سميناها نوبولين. الأطفال من زمان وإلى الآن بيتعرضوا في المدارس لتنمر. صح. تصرفات من أصحابهم من أقرانهم أحد أكبر أو أصغر اللي هم بيتعرضوا للاضطهاد من زملائهم، للاضطهاد أو المعاملة الغير مقبولة حتى خارج المدرسة. فإحنا كمركز تعليمي حبينا نبدأ حملة نوعي فيها الأطفال في المكان الأول ونوعي الأهل في طريقة التعامل لما يكون يصير في تنمر على الطفل أو هو يشوف أحد يتنمر. في نسبة كثيرة من الأطفال عندنا هنا في المملكة بيعانوا من التنمر. والله نسبة كبيرة. إحنا لما نتكلم مع التربويات والمعلمات بنسمع إنه قصص، وطبعاً تسمعيها من الأمهات first hand. الأمهات بيشتكوا إنه أولادهم بيتعرضوا للتنمر في المدرسة. طب كيف يتصرف؟ طب أنا ما أبغى ابني يضرب ولد تاني، ما أبغى إنه ما تبغى يلجأ للعنف أولاً. شخص عنيف. بالضبط. فإحنا تعاوننا مع عفروت اللي هو شخصية الأستاذ عمار صبان، وعملنا فيديو ورسلنا الفيديو، يعني أعلنا الفيديو في اليوتيوب الويكند الماضي. ما شاء الله لقى صدى مرة كبير. أولادنا كانوا هم النجوم في الفيديو، يعني بعفوية تكلموا عن التنمر، إيش الحلول، كيف أنت بتتنمر، طب كيف شعورك لما بيصير في تنمر، وإيش كيف أنت لازم تتصرف لما يصير في تنمر، في خطوات. فالأسورة هذه إحنا بنبيعها إن شاء الله ابتداء من غدا. سعرها 100 ريال. ريع في جزء من الريع لصالح حملة لا للتنمر اللي إحنا بنقوم فيها في المركز. طيب ممتاز. بس أنا كمان عندي سؤال، بكرة في التدشين حتستهدف الأمهات ولا حتستهدف الأطفال؟ يعني حيكون الاثنين. الاثنين. احنا عادتنا في المركز حديقه الابداع دائما بنشجع الام والطفل، عندنا كلاسات مامي ان مي، اي حاجه لازم يكونوا هم متفقين مع بعض. اذا الاطفال جوا لحالهم ما في مشكله، بس احنا نحب انه ننمي ونكوي العلاقه بين الام والطفل. طيب كونها اول تجربه ليكي في الكتابه، يعني اكيد تعرضتي لاشياء كثيره انه تخليكي تشجعك للكتابه، ايش كان الهامك في موضوع الكتابه ده؟ كأم مريت في أولادي مواقف معينة، اللي ما يحب يجرب أكل جديد، اللي يكون طوله طول معين، اللي بيضطر يلبس نظارة إلى آخره، وبسمع من حكاوي أولاد صحباتي. فتعرفي دافع الأمومة شجعني، وطبعا خلفيتي التعليمية ساعدتني. بس أحب أذكر أنه أخويا أنا طارق زيدان برضه هو كاتب، فهو دائما بيلهمني، وهذا عمل بسيط مقارنة بإنجازاته هو ما شاء الله عليه. يعطيك العافية. أستاذة زينة، إحنا نبغى نعرف هل في إصدارات جديدة لكتاب لا بأس أو لسلسلة؟ ان شاء الله حيكون في سلسله. احنا بكره ان شاء الله حيكون التدشين ذا فيرست ايفنت، حيكون عندنا في انشانتد جاردن. وطبعا احنا دائما بنتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وديننا دين خلق وتعامل. وطبعا احنا نبغى نشجع اولادنا انهم يلتزموا باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا بنحب بعض مو عشان اشكالنا ولا على اختلافاتنا، احنا بنحب بعض باختلاف كل ظروفنا اللي بنمر فيها. فزي ما انت شايفه الاطوال مختلفه للاطفال. أيوة. في هذه الصفحه واشكالهم ولون البشره كمان، لون البشره مختلف كويس. اللي بيعيش مع ست وسيده بظروف معينه، الاهل منفصلين او لا قدر الله في وفاه، اللي بيستخدم كرسي متحرك. بالضبط، لفتتني جدا في هذه الصفحه، يقول له تعال معي لا اعرفك ولن اذهب معك، اللي هي التحدث مع الغرباء. الاطفال لازم يكون واعيهم انه ما يتكلموا مع اي احد غريب. ممتاز. تمام. بس يعني خليني اقول لك حاجه، انا عجبتني اللغه اللي انت كاتباها، يعني فيعني هل هذه اللغه يعني كانت شيء في من نوع من انواع الصعوبات اللي انت وجدتيها وانت بتكتبي هذا الكتاب، ولا كان يعني الموضوع؟ والله كان مره سهل وسلس لانه انا بشعر فيه، فانا كتبت عبرت عن اللي انا بشعر فيه واللي حواليه بيشعروا فيه. باللغه اللي بتخاطب بها ابنائي، اللغه البسيطه العاديه، بس هي فيها هيدن مسج زي ما يقولوا في كل صفحه كده، لازم الطفل يقراها ويحللها، وما في صح وغلط، كل طفل يحللها على طريقه. صحيح. استيعابه هو والظروف اللي هو بيمر فيها. حكايه اللغه وحكايه شغله ثانيه، انه احنا من زمان الكتاب شوية
يعني مركون على جنب. مركون على جنب مع الايباد والالكترونكس اللي صايره. انت كيف قدرتي تقنعي الطفل اللي هو ولا يعرف الكتاب ولا له حنين زي ما احنا مثلا لنا حنين نوعا ما في الكتب؟ فالحين كيف قدرتي تقنع الاطفال في موضوع القراءه مره ثانيه؟ لانه الاطفال الان مش بتقرا، ما بتدور على كتاب، كيف حتقنعي او كيف اقنعتي؟ اقنع اطفالي اني احطهم دائما، احط كتب حوالينهم، مجلات اقرا، ابين لهم انه احنا ممكن نستقل معلومه من الانترنت بسهوله، لكن الكتاب يكون فيه كميات ريسيرش اكثر. قدوه بيسكلي، اذا انت القدوه لابنائك وللي حواليك حتشجعيهم على الكتاب، هو الاساس يعني، يبقى دائما هو الاساس. صحيح صحيح. احنا والله يعني شاكرين ليكي بالفعل، ويعني منتظرين او شيء اهنيكي كمان على اصدارك. شكرا. ومنتظرين الاصدارات الجديده باذن الله. شكرا لكم باذن الله. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره اكيد فقرات سيدتي ما زالت مستمره، لكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي نات، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، مجموعة اعرفوني تطوعية، 300 متطوع من مختلف الأعمار والتخصصات.